ولا انا يا حبيبي. بس بص بقى يا ابن الحلال المفتشر كده، انا لا بدلك هنا وهفضل اراضي فيك لحد ما تسلم، ورحمه امي ما انا سايبك يا سيد. لا ده انت دماغك فيها ميه. بقول لك يا بت امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. مش ماشيه يا سيد، وافضل قاعده هنا وهنا. يا انت هتعمل فيا اكتر من اللي عملته؟ هتاخد رقبتي يعني؟ او ترحمني برضه من البطاطيه والذل اللي انا عايشه فيه؟ طب خلاص خلاص ايه؟ خلاص يا خلاص بقى خلاص، مفيش حاجه بجد يا سيد. خلاص ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا روحي، وقبل ما اروح اعدي عليكي بالكلام. طب ما تتاخرش. يلا بقى تيري عندي شغل. يلا المجنونه دي. انا كنت ناوي بعون الله يعني اشطب الشقه سوبر لوكس، وهجيب اوضتين وصاله بمنافعهم، انضف حاجه من المناصره. ما هو عروستنا مش اي حد يعني، دي ست البنات. امال فين علا؟ خرجت مع بنت خالها في مشوار كده. خرجت؟ مش عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ في حاجه حصلت بصراحه. بقول لك ايه يا نبيل، الجواز يا اخويا اسمه نصيب، وعلاقتي مش اسمتك. انت بتقول ليه كده بس يعني؟ شوف بقى يا استنى انت يا حاج، بعد ما الحاره شافتك وانت بتتروق تحت البيت، ازاي اديك اختي واستامنك عليها وانت لا مؤاخذه مش عارف تحمي نفسك؟ بس يا عم انت بتقول ايه؟ انا برضو يعني نبيل باشا، بس العيال اتكترست عليها وخدتني غدا. معلش، وابقى اعمل حسابك المره الجايه، انا كنت مجهز لك حاجتك وكنت ناوي اجيبها لك لغايه عندك، بس ما عرفتلكش مطرح بعد ما استغنوا عليك في خدمتك. خلي بالك، انا راجع شغل تاني، وهرجع احسن من الاول، واللي هيقول لي كلمه هندمه. وماله، ما ترجع زي ما انت عايز، بس ما عندناش بنات للجواز. شرفتنا يا عم نبيل، وان شاء الله ربنا يكرمك بالاحسن مننا. خد واجبك كده. انت تنفذ اللي انا بقولك عليه من غير رغي كتير. لا ده ما يستاهلش، ولا تروح له بنفسك. انت بس تبعت له المحامي يفكره بالشرط الجزائي. وحش على نفسك يا بيبي، بالراحة على أعصابك. إيه؟ مين مزعلك؟ موجة، أنا مش فاضي. وأنا عايز أقعد أتكلم معاك زي أي اتنين. ممكن؟ أديكي قلتيها، أي اتنين يعني مربوطين ببعض، مش كل واحد عايش في العالم بتاعه، مش حاسس بالتاني خالص. إيه ده؟ هو أنا ممكن اوحشك والحاجات الشقيه دي ولا ايه؟ موجه من فضلك ما تخلينيش ازعل منك، انا حايش نفسي عنك بالعافيه. مش حلو علشانك، لكن لو حاسس انك عايز تنفجر فيا اتس اوكي، هعتبره جزء من الجواز وطبيعته السخيفه، از لونج ان الموضوع ما بيخرجش بره حيطان البيت. لكن لما يخرج بره حيطان البيت ده وياثر على البيزنس اللي بينا، ونعمل شغل عيال صغيرة، وتكسر كلامي قدام الناس، يبقى لازم تفهم إن أنا اللي مش هعرف أحوش نفسي عنك. واضح إن المعلمين والرمم اللي بيشتغلوا معاكي أثروا على طريقة كلامك، ونسوكي إزاي تتعاملي مع عامر فواز. المعلمين والرمم دول اللي عارفين عني شوية قد كده، عارفين كويس قوي إن ما ينفعش حد يكسر لي كده. أمال اللي يعرف عني شوية قد كده وأنا أعرف عنه أكتر، يبقى المفروض ما يجيش على باله من أصل إنه يفكر يكسر لي أي كلمة. أنا لسه ما خلصتش كلامي، بكرة تروح تمضي عقد الشراكة اللي بينك وبين شركة لينر جروب، مش هستنى كونفرميشن منه، عشان أنا عارفة إنك الو يا فادي، بتاعك اللي بتتحرق. ايه؟ لا ما تكلمش مستر هاكم، انا اللي هكلمه. اعمل اللي بقول لك عليه، انا اللي هاخد نفسي. يا اخويا ادام البت راضيه والواد شاري، ما تمشيها يا سلطان، ولا انت يا اخويا هتتحمق لبتهم اكتر منهم؟
لما يبقوا مغبشين ومش شايفين الصالح اتحمق طبعا. امال هما عايزين الكبار ايه في البيت عدم المؤاخذه؟ يا اخويا الكلام ده لما يكونوا عياله متشعبطين بحاجه ما فيش منها مصلحه، انما ده جواز والبنت عمرها ما هتقول اه غير لما تبقى شاريه ابنك ورسمه دنيتها عليه. ما هو ده اللي مجنننا امان. اذا كان على الواد اللي اسمه صلاح، صلاح ده طول عمره رخيص ومحدش يشتريه بفكه القرش حتى، انما ايه بنت جدالة ترمي في سعر زي ده يبقى كده الحكايه فيها ايه؟ يا اخويا هو ايه اللي ايه بنت جدالة؟ ايه بنت جدالة هي كانت بنت انس للوز يعني؟ ما هي بنت زي بقيه البنات. بنت زي بقيه البنات؟ هو في حتتنا احلى منها؟ وبعدين لعلمك بقى البنت دي شايفه روحها وتعليم عالي وفوق ده كله مخها يوزن 10 من سي زفت ده، يبقى ازاي؟ بقول لك ايه يا ابو اشرف؟ اشرف اقعد اتكلم بقى، ربنا بس يجيبه بالسلامه، يطلع ساعتها بقى اشرف، يطلع ايمن زي ما يطلع. كلنا يا اخويا واحنا في سنها فوتنا على اللي بتقول عليه ده، حلوه فايره وعنين مفنجله ومخ من اللي يوزن بلد. انما بقى لو الحكايه مش راكبه في راسك يبقى دور ورا المحروس وشوف ماسك على البت ايه ولو يدراعها بالقوي. انت بتقول ايه؟ ماسك عليها ايه يعني؟ يا اخويا ماسك عليها يعني عشمها وخلي، والبت خايفه بطنها تعلى وتبان وتتفضح، قالت لك الحق نفسي. انا هربك اسود يا صلاح. تعالى يا قلب امك خد اقعد. في حد كنت بتسال عليه دايما لما بجي لك الملجا؟ الهي ربنا ما يعيدها ايام. مين يما؟ تعطسي عليا يا واد ولا خايف تسالني لاكثر بخاطرك؟ ما انت كنت دايما بتخبي. مش بخبي عليك انت، بخبي على الناس كلها. كنت عايزاه يفضل زي ما هو ليا وبس، بس ما عادش ينفع تاني يا حبيبي. خد ملي عينك دبوك يا ضنايا. ده ابويا كان نفسي اشوفه قوي، كان نفسي اسمع صوته. ياما رسمته في راسي ب 100 صوره و 100 وش، وهو فرحان وهو زعلان وهو بيلعب معايا ويشغلني. كان نفسي اسمع صوته، كان نفسي اطلب حنان، كان نفسي حتى لو شخطر وشتيم. حلمت حلم قلت احكيهولك قبل ما يطير من راسي، بس وحياه ابوك تخيف تتريق عليا انه بقى يحصل انا مش قدك. حلمت بيكي وانت بتولدي، جبتي واد وانا اول واحد استلقفته في الدنيا، ادنت في ودنه وصوابعه اتشعلقت بصوابعي. حبيبي يا انت بتقولي ايه؟ يعني ايه لسه ما جاتش؟ ما نسأل مين؟ كل اللي معاه روحوا؟ طب اقفلي 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 انا جاي. على فين ابوك؟ سيب مصالح الناس ومروح. بقول لك يا جدع انت ابعد عن وش السعادي. ايه ده بس؟ وريح نفسك وكلم ام جار طمنها البنت بخير. زمان دلوقتي حرام قاعده بتون قلب الام برضه. انت فين؟ انت اكتب يا جدع نبادي تمامك معايا، تحط لسانك وابوك وما تخرجوش غير لما تقول لي تحت امرك يا كبير. اقسم بالله لو حصل لبنتي حاجه. اسمع الكلام، بنتك زي الفل ومستعد بخرست اللي مد ايده على بنت صغيره ولا يهزيها. امال انت بتعمله ده تسميه ايه؟ البنت مالها الذنب؟ زبان انت ابوها وبترجع في كلامك زي النسوان. ماشي انا تحت امرك. صح، برافو عليك. هتبيت بقى اللي هي في حضني يبتل منك في حضنك. صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ وهيجي منين الخير وما واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك؟ لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلاص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر.
ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدع، بس شايفينك عالية عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عالية عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول غير كده. يا بنت ده انت احلى حاجه فيك ان انت عالية عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها، ساعتها بيعرف امتى الحاجه دي كويسه. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح. عايزاك يا صلاح في بيت امك يا صلاح، بس اثبت انك تقدر تعمله، وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك، ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. ها وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ قصدك ما تعرفيش ميس لاميا دي، دي قد كده يا خرابي. وبعدين انا ما اخدش معاها مجموعه، ولولا الهديه كانت استقصدت. الهي يقطع عيد الام وسنينه، اللي يخلي النسوان تتحكم في العيال بالشكل ده. وجبتي الفلوس منين؟ خدت من بابا 10 جنيه ونزلت جبت لها.
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب بدهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي على الدين انكتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده